السلام عليكم خوتي، تحية رياضية. موضوع الفيديو اليوم حول مشاركة الأندية المغربية في كأس الكاف. مع الأسف فريق نهضة بركان يفشل في بلوغ دور المجموعات، نتيجة مخيبة للأمال. لم يستطع العودة في النتيجة بعد انهزام مباراة الذهاب 1-0 كما عودنا دائما. نتيجة كانت صراحة منطقية لأن الفريق ظهر بمستوى باهت، ومن غير هذه الفرصة اللي كنشوفوها دابا اللي جات عن طريق ضربة خطأ اصطدمت بالقائم، فما كانش شي فرص ثانية حل التسجيل استثناء بعض الفرص الخجولة. مع الأسف فريق نهضة بركان كما كنعرفوا حامل اللقب، وخدا لقبين ديال كأس الكاف في ظرف 3 سنوات، مع الأسف كيفشل أنه يوصل دور المجموعات في هذا الموسم. وكنعرفوا ان فريق نهضة بركان ولا كيشكل عقده للفرق التونسيه، فقصى فريق الافريقي التونسي كانتصر عليه ذهبا وايابا تقريبا خلال 5 مواسم، قصى فريق الصفاقسي التونسي كذلك، يعني تقريبا هذه واحد 3 مواسم او 4، يعني كان انهزم بهدفين واستطاع انه يرجع في واحد ريمونتادا تاريخيه في بركان 3-0، سجل 3 الاهداف في نصف ساعه. كذلك انتصر على فريق اتحاد بن قردان ذهاب وإياب، تأهل لحسابه. فمع الأسف يعني جاء الفريق المونستيري التونسي واستطاع أنه يقصي نهضة بركان، اللي صراحة شكل الفريق تغير كثيرا وأصبح فريق يفتقد للقوة وللنجاعة، وهذا شيء طبيعي لأنه فرط في واحد الركائز ديال الفريق. على سبيل المثال العربي الناجي، عمر النمساوي، بلا مقدام، عزيز، فشيء طبيعي انك صعيب باش تعود هاد اللعابه. بالمناسبه فريق جيش الملكي تمكن من التاهل بعد غيبه طويله عن المنافسه الافريقيه، ونتمنوا انه يستطع يحافظ على كاس الكاف في المغرب. شكرا لكم على المشاهده، دعمكم يسعدنا، الى لقاء اخر باذن الله.